السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف مع بعض برنامج اسمه RET Screen Expert. ده برنامج كندي وبتديله المعلومات الخاصة بالمكان الموقع ونوع المشروع ده هيبقى ايه، سكني ولا تجاري، وبعد كده بنشوف الطاقة والتكلفة والانبعاثات، نعمل دراسة جدوى للمشروع، وبعد كده بنبدأ نشوف البيانات تبقى عاملة ازاي، كل شهر تبقى عاملة ازاي. طيب ده مثلا دي الخطوات اللي انت تبدأ تشتغل عليها. تمام، هو بيقول لك بقى انواع المنشآت اللي موجودة، انت عايز منشأ جديد، عايز صناعي، عايز تجاري وهكذا. وكل واحدة من دول اهو، مثلا ده الموقع، بتبدأ تختار الموقع بناء عليها تتغير المعلومات اللي موجودة. اهو مثلا ممكن تبدأ تنقل الموقع من هنا لهنا، فهو يبدأ يجيب لك المعلومات اللي انت محتاجها. ممكن تقول له انا عايز اشوفها من خلال مثلا الشكل القمر الصناعي بالشكل دوت، وبعد كده تقول له موافق، فهو بيعمل ابديتد للمعلومات، خط الطول والعرض والمنطقة الجوار المناخية والارتفاعات، وكل شهر مشهور درجة الحرارة والرطوبة والأشعة الشمسي والضغط الجوي وسرعة الرياح وكل المعلومات ديت زي ما انت شايف. اوقات ممكن تقول له انا عايز اشوف مثلا سرعة الرياح، عايز اشوف درجة حرارة الأرض، درجة أيام التبريد وهكذا. وبعد كده المرفق تبدأ تشوف بقى ايه عايزين، مثلا نوع المنشأة تبقى عاملة ازاي، صناعي مثلا، عايزين مثلا تدي الوصف بتاعه، إعداد تحط المعلومات اللي انت عايزها، ده الأداء هيبدأ يجيب لك المعلومات الخاصة بالأداء. وممكن تقول بقى الطاقة، تبدأ تشوف بقى الطاقة اللي انت شغال عليها، هتقول مثلا الكهرباء والوقود، فتبدأ تحدد نوع المحروقات اللي انت هتستخدمها ونوع الكهرباء اللي انت هتستخدمها، سعر الوحدة قد ايه وهكذا. التكلفة، تبدأ تدخل تكلفة الحاجة، مثلا انت بتستهلك طاقة فهتبدأ تدخل معاه بتاع الطاقة. الانبعاثات اللي موجودة هتبقى قد ايه، ده تحليل للانبعاثات حسب نوع الطاقة اللي انت عاملها، هتطلع قد ايه CO2. التمويل بتاعك هيبقى عامل ازاي، نسبة التضخم المالي هتبقى عاملة ازاي، المشروع عايزه انت كام سنة، مثلا 30 مثلا، نسبة الديون قد ايه، نسبة الفائدة على القرض لو انت هتاخد قرض، مجموع تكاليف الاستثمار هتبقى قد ايه، المصاريف السنوية والدين، المخاطرة قد ايه، المجازفة، الريسك بتاعك هتبدأ تحدده، البيانات بقى بتاعة المشروع، استهلاك المية، استهلاك الكهرباء، استهلاك الوقود، توليد الكهرباء، الطقس. وبعد كده بتقول بقى اعمل لي تحليل بياني مثلا الناس البيانات المناخية مثلا، الرطوبة وهكذا، هيبدأ يظهر لك بالشكل دوت. وبعد كده في الآخر يجيب لك تقارير بالشكل دوت حسب كمية المعلومات اللي انت اديتها.